السلام عليكم باشمهندس، اخباركم ايه؟ اليوم ان شاء الله مع المحاضره رقم 24، وان شاء الله زي ما عودتكم ان المحاضره باذن الله دي هتبقى مميزه جدا جدا، لان الموضوع بتاعها يعني هنتناوله بطريقه تانية. مفيش يعني اي احد من الزملاء يعني اتطرق للشرح بالطريقه دي. انا مش بتكلم كسوفت وير يعني كميداس، لا انا بتكلم بصفه عامه، اللي هو مشروع اللي هو موضوع الرافت على البايلز. فان شاء الله باذن الله الحلقه دي هتبقى حلقه مميزه جدا جدا، فياريت الناس تنتبه وتركز معايا. اولا بعد ما انا خلصت التصميم بتاعي، شفنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت صممنا أعمدة، صممنا كمرات، صممنا بلاطات، صممنا حوائط. يبقى أنا دلوقتي تصميم الأساسات. طبعا تصميم الأساسات انتوا عارفين بيبقى فيه الأساسات في كذا نوع، في اللي هو بيبقى شالو فاونديشن والديب فاونديشن. شالو فاونديشن القاعدة اللي احنا بنشوفها، القاعدة العادية سواء كانت سنجل أو كومبايند، وكمان الرفت تتبع الشالو فاونديشن. ولكن طبعا في كتير من الأحيان وخاصة المشاريع الكبيرة دي بتبقى الأساسات عبارة عن رفت، وطبعا حسب نوع التربة اللي بيحددها البيرنج كباسيتي. بشوف بعد كده هل ينفع إن الرفت دي تبقى ريزيست على الأرض، يعني متكت على الأرض ولا مرتكزة على البايلز. وطبعا احنا عارفين ازاي بنحدد نوع، علشان نحدد نوع الاساسات بنشوف اللودز اللي هو الوركينج لود، اللي هو يشمل الاحمال الحية والاحمال الميتة، وبشوف المجموع اوزان اللود ده اللي هو الاحمال الحية والميتة، وبقسمه على البيرنج كباسيتي التربة، وبشوف مساحة الأواعد هتطلع قد إيه عندي، وبقارن بعد كده مساحة الأواعد دي بمساحة المسطح المبنى عندي. لو كانت مساحة الأواعد دي أكبر من، يعني ناس بتختلف، ناس بتقول أكبر من 60%، 65% من مساحة المسطح المبنى، ففي الحالة دي أنا هشتغل رافت. فطبعا خلينا احنا ايه نشوف الكلام ده. اولا احنا هنشتغل على حالة تحميل زي ما قلنا، ديد زائد لايف. الحالة دي هنلاقوها عندنا لو شفنا الريزلت اللود كونفيرميشن، هنشوف الحالة اللي هي رقم 21. الحالة رقم 21 الديد والسبونتد لود واللايف، ماشي. دي هي الحالة ايه؟ الحالة 21. نجيب هنا باشمهندسين الرياكشن. اولا احنا هنشتغل في الدور اللي عارفين اللي هو البيز. خلينا نخفي الموديل وما نصورش غير ده، عارفين طبعا انتوا الطريقة ازاي كده. بس ايه، هختار الستوري واجي ايه واختار بيلو واعمل اكتف. طبعا انا ايه اعمل اكسترود، مش محتاج الشيل دي، انا اقدر انا اعمل سيلكت هنا واجي اعمل للبليد واقول هات، واعمل هنا ايه اكتف واجي اشتغل على التوب. حتى انا مش محتاج ايه، مش محتاج اي حاجه فيها بيه، بتيجي من الورك وبتيجي تدخل بعد كده على ايه، على السكشن، وبتختار اي حاجه فيها البيه، ماشي تمام، وبايه تخفيها. تضغط كليك يمين وتعمل ايه، تكتب تمام. اول شيء مش مهندسين،
انا بمشي رياكشنات، ماشي رياكشنات حالة قلنا عندنا تبقى حالة 21، وبجيب فيها ال F Z تمام، وبقول له اعطيني فاليو، وهات لي مثلا ايه ماس، والله ماس طب خليها بواحد عشان هنا نعرفها كده، ونقول له ايه المعطيات، ماشي. لو انت عاوز تصغر مقاس السهم ده بتقدر تتحكم فيه، عاوز تخليها بنص مش مشكلة، السهم يعني الانديكيت. بنجيب بعد كده بشمهندسين بيطلع لنا الاكشنات كده حسب حالة التحميل اللي احنا قلنا عليها، الديد واللايف. الشكل ده طبعا اول شيء بعمل له سيلكت، ماشي اوكي، وبتيجي بتعمل ايه، بتعمل فايل، وبتعمل اكسبورت، وبتعمل له اوتوكاد دي اكس اف، وبتقول له صدر لي السيلكتد السنتر لاين اوكي، وتختار دي وتختار دي، وبتعمل ايه، وبتعمل اكسبورت، وطبعا بتحفظه. انا حافظه هنا، انا حافظه ملف فمش هعمله. ليه انا بعمل الكلام ده؟ بعمل الكلام ده مش مهندسين، علشان لما تيجي مش مهندس تستورد، لما يجي يصدر لك الملف هيصدره لك دي اكس اف. خلينا ايه هيقولك بالطريقة دي يا باشمهندس، تمام. طبعا دي اهو نفس الطريقة دي هيجيبها لك هنا. ليه الكلام ده انا محتاجه؟ الكلام ده انا محتاجه علشان اوقع عندي حدود الرافت والبايل كاب اللي احنا هنشوفها هنستخدمها ازاي، ماشي. فدي اول شيء او اول خطوة هنبتدي بيها، اوكي. نرجع بعد كده للموديل بتاعنا. انا دلوقتي طبعا محتاج ان انا اعمل رافت الكلام ده طبعا بيجي لك من تقرير التربة. تقرير التربة بيقول لك ان التربة عندك البيرنج كاباسيتي مثلا قليلة، وان عمق التأسيس عندك في الطبقات اللي تقدر ترتكز عليها البايلز على بعد كذا، وبيديك بيديك الداتا دي كلها. يعني على سبيل المثال كده فبيديك يا باشمهندس المختبر بتاع التربة، بيديك التقرير بالصورة دي، بيقول لك فاونديشن ريكومنديشن توصيات الأساسات. طبعا أنا هرفع لكم أي ملف هنستخدمه في الشرح هرفعه إن شاء الله. بيقول لك توصيات بخصوص الأساسات، ماشي. المهم عندنا احنا عندنا هنا الكلام ده كله بيقول لك انا عملت انفستيجيشن وعمل في ال طبعا عمل بورد، بيقول لك approximately deducted level with respect to SMD. يعني بيقول لك الحفر من نسيج الحفر اللي تمت احتراما ل اس ام دي شارجا مونسيبيليتي، ماشي، بلدية اللي هي الشارقة، كان في الشارقة. فبيقول لك ابتدى يحفر هو، ماشي، من المناسيب بتاعته
هو اللي احنا بنقول ايه ال pH اخد كذا مكان للحفر ماشي، وابتدى يحفر من منسوب موجب 5 87 ماشي، وابتدى يديك وصف لكل طبقة تم حفرها، يقولك very gravelly silty sand gravel، الطبقة اللي بعديها very loose too loose مفكك، اللي من فوق زلط silty طن sand رملة ماشي، وهكذا وصف لكل طبقة ماشي. حدد ما الطبقة الأخيرة اللي هو الحفر سالب 20 ماشي، بيري دينيس اوكي. المهم هو بيجيب لك وصف لكل طبقة، بعد كده بيديك الخصائص لكل طبقة، هنشوف احنا الكلام ده بعدين، خلينا نبدأ واحدة واحدة دلوقتي. انا وصلت زي ما احنا قلنا، جبنا الرياكشنات بتاعتنا ماشي، انا محتاج دلوقتي اعمل رافت كومبايل، ولكن احنا هنعمله بطريقة تانية، هنعمل جزء رافت وجزء بايل كاب. طبعا التحديد سواء كان بايل كاب او رافت يعني هما الاثنين نفس الشغل، ما فيش اي مشاكل فيها، ولكن الفروقات ليه بنضطر نعمل رافت ونعمل بايل كاب. اولا من ناحية التوفير، لان الموضوع البايل كابس والرافت بيبقى فيها نسب تسليح عالية جدا جدا، مش مشكلة يعني الخرسانة، لا مشكلتها في التسليح، انتوا عارفين يعني التسليح بيعمل فلوس. ثانيا انا بيبقى عندي وده الخطأ الكبير جدا اللي بيقع فيه الناس، اللي انا بشوف ناس كتير جدا يعني في النت بتصمم على طول، بتديها لبشة وبتحدد السماكة بتاعتها، وبعد كده ايه مش بتطلع مسيفة معاها، دي بتعمل تسييف مش مسيف معاها. ففكرة البايل كاب والرافت اللي انت زي ما احنا قلنا اول حاجة فيها توفير، ليه؟ لانك انت بتعمل سمكات مختلفة، بتعمل سمكات مختلفة يعني بتجمع كل جزء بتعمله على حدة وبتديله سماكة، وده طبعا بيتوقف على الأعمال زي ما احنا هنشوف هنا تمام. يعني احنا لو قلنا أوضح لكم الكلام ده ازاي، دي البايل كاب، دي البايل كاب، دي بايل كاب، دي بايل كاب، دي ممكن تعتبرها طبعا رفت صغيرة، أو دي بايل كاب، ودي ممكن يعتبرها بايل كاب، ودي الكبيرة دي هنعتبرها طبعا ايه رافت. فبشمهندسين الناس اللي ودي طبعا مكلف جدا جدا، ولكن في المكاتب يعني المكاتب الكبيرة والناس اللي فاهمة، وركزوا على كلمة الناس الفاهمة، لا ليه انا اعمل سمك واحد؟ يعني على سبيل المثال زي ما احنا هنشوف في المشروع بتاعنا، الرفت ده مش مهندسين سمكتها 3 متر 20، ايوه زي ما انتوا سمعتوا كده 3 متر 20، ودي البايل كاب هنا استخدمت بس كام السماكة، هنشوف دلوقتي 2 متر هنا 2 متر هنا 2 متر، دي استخدمت 2 متر 20، دي استخدمت 2 متر 80، ودي 2 متر 80. فليه انا ايه حاجة محتاجة 2 متر، ليه احطها 3 متر 20؟ وزي ما انا قلت دايما الناس اللي بتشرح على النت بيحط سمك كامل للرفت ومش بتسيف معاه، فبيقعد يزود يقعد يزود. فطبعا لو انا عملت زي ما هما يعني احتراما طبعا
نجدي ربنا يعني يعني يجزيهم خير، يعني الناس بتقدم محتوى فيشكروا عليه برضو، فأنا ليه أحط أنا إيه كله 3 متر 20، في حيث أنا بس فقط محتاج إن الجزء ده 3 متر 20 وده 2 متر وده 2 متر 80، ده 2 متر 20. طبعا إيه السماكة اللي أنا بقولتها ده باشمهندس مش بتيجي من الفراغ، لأ دي بتيجي من محاولات يعني، ونتيجة الخبرة بتقدر تحدد سماكة مبدئية، يعني تحدد سماكة مبدئية تقدر تشتغل عليها. طبعا الحاجات دي زي ما انا قلت بتاخد عن طريق الخبرة، انك اشتغلت بايدك واشتغلت مشاريع كتير، وطبعا البرنامج مع مع وجود البرامج اصبح سهل جدا جدا اللي انت تقعد تعيد محاولاتك، واصبح سريع جدا. فاحنا دلوقتي زي ما احنا شفنا جبنا الاحمال وخلاص، انا دلوقتي هنخدوها واحدة واحدة. على سبيل المثال دلوقتي اول حاجة في هنا بيديك مع تقرير التربة حاجة مهمة جدا جدا، بيقول لك allowable working load in compression، يعني الأحمال هتوقع عندك على الخوازيق في حال زي ما احنا عارفين في خوازيق شد وخوازيق ضغط، خوازيق دي اللي هي خوازيق الضغط. بيديك بيقول لك عندك البايل بالارتفاعات بتاعته، عندك 5 متر ارتفاع أو 6 أو 7 إلى ارتفاع -20، عندك أقطار مختلفة 0.5 متر 60 75 80 90 متر 120 متر و50، وعندك لكل قطر ولكل ارتفاع بيقول لك الحمل بتاعه ايه. طبعا اللي بيحدد سماكة بيحدد قطر البايل وهو المساحة عندك، المساحة اللي انت محكوم بيها، المساحة اللي انت محكوم بيها في نسبة يعني في علاقة طرد، علاقة طردية ما بين عدد الخوازيق ماشي المساحة دي لازم يبقى فيها عدد معين من الخوازيق تمام، والخوازيق دي بتتحدد نتيجة الحمل اللي هيقع على المنطقة دي، ونتيجة كل غزو الحمل بتاعه قد ايه. فبتعمل عن طريق التريال بتعمل محاولات لحد ما تظبط معاه ازاي الكلام ده. يعني مثلا انا عندي دلوقتي اقطار متر واقطار 120 اوكي، لما اجي ارجع دلوقتي اخد مثلا دي مجموعة الرياكشنات عليها كام، دي 12000 وال 12500 ودي قول 12500، عندك كام، عندك 25000 كيلو نيوتن تمام اوكي. لما اجي دلوقتي انا اشوف عندي قطر 1 متر، طبعا احنا هنفرض دلوقتي اللي احنا هنشتغل على البايل على فرضا اللي انت هتشتغل على 20 متر زي ما ايه زي ما هو الدهوني في اللي شفناه قبل كده في الجسات اللي عاملها البورت هول، بيقول لي انت عندك لحد 20 متر العمق الحفر اوكي تمام. يمكن عندي دلوقتي عندي قطر 1 متر حمله 5700، وعنده قطر 120 حمله 7540، وعندي الأحمال 25000 تمام. شوف دلوقتي أنا هحتاج كام بايل، طب 25000 اعمل كده 25000 وقسمها على 5700 تساوي ايه؟ 4 وكسر
طبعا في حتة مهمة، احنا ايه باشمهندسين بنزود بايل معانا، يعني لو طلع معاك اربع بايلات بتزودهم بتخليهم خمسة، تمام؟ فده لو خدت واحد متر هيطلع لي اربعة ونص، مش هتنفع، مفيش حاجة اسمها اربعة ونص، فهتبقى يعني خمسة ونص، يعني قول ستة عشان زودنا بايل. طب خلاص اوكي، انا هاخد المتر 20، المتر 20 25,000 على 7,540، يطلع لنا ثلاثة، يعني نقول أربع بايلات، وهنزود بايل هيبقى إيه؟ عندنا خمسة بايل، تمام؟ فأنا بالطريقة دي أخدت إيه؟ عملت بايل كاب وحطيت فيها خمس بايلات، ماشي؟ وهكذا بالنسبة لكل مجموعة بتبقى عندكم. اللي أنا عملته هنا عملته هنا عملته هنا، تمام؟ وبتيجي هكذا، دول بيتجمعهم مع بعض في بايل، دول بيتجمعهم في بعض، اللي قصدي في كاب واحدة زي ما احنا شايفين أهو، اتجمعت كلها في كاب واحدة، عندي هنا عمود، عندي هنا عمود، عندي هنا حائط. طبعا انتوا شايفين الأعمدة اللي هي دي، الأعمدة تحت الرمبات ولا تحت السلم، حاجات يعني احنا هنتجاهلها. شوف كده يا باشمهندس الحمل بتاعها 72 كيلو نيوتن، يعني 37 طن، يعني قاعدة متر ونص ولا مترين في مترين، يعني حاجة طبعا لا تذكر. شايفين هي 370 342 192، الكلام ده بالنيوتن، فطبعا يعني حاجة بسيطة، يعني قاعدة عادية جدا بتعملها عادي، لأن هنا دي مش محتاجة، مفيش أحمال عليه، دوب كان الرم، هنا كان في سلم. فاحنا موضوعنا الرئيسي وهو التصميم على الرفت، فأعتقد الفكرة وصلت يا باشمهندس. طبعا أنا هرفع لكم صورة صور بالرياكشنات، هي الرياكشنات مطلعها يا باشمهندس، أنا أخدت لها صورة، ماشي؟ تقدر تاخد صورة أنت، ودايما شغلك يا باشمهندس لما تيجي تصمم أساسات بتاخد صورة كده علشان إيه؟ تشوف الحمل هنا، بتقعد إيه؟ بتطبع الصورة دي، أو مش بتطبعها، يعني تقعد تجمع الحمل هنا وتكتبه وتعمل علامة هنا، وتعمل علامة عشان إيه؟ تعرف الحمل الكلي، تعرف الحمل الكلي، تعرف الحمل الكلي، ماشي؟ فطبعا أنا جمعتهم كده، جمعتهم في ورقة خارجية عندي، تمام؟ وعلى الأساس ده يعني أنا جيت هنا جمعت دي وجمعت دي وجمعت دي وجمعت دي، أوكي، وجمعت دي على أساس إن أنا لقيت إيه؟ لقيت أحمالهم كبيرة، فاضطريت أهو باشمهندس، لقيت أحمالهم كبيرة، فأخدتهم عملتهم رافت وحديهم، وقسمت الحمل. الحمل اللي عندي كان الحمل تقريبا كده كان 400، أتذكر هو 425,000 للمنطقة دي. خلينا نشوف كده، كان تقريبا كان أتذكر 425,000. احنا لو قسمنا على هو 7,400، كم طلعت؟ تقريبا 56، يعني نقول 57 والحاجات دي، تمام؟ بتلاحظ طبعا المسافة، يعني في اعتبارات بتتاخد، هي مش فرض، دي على فكرة هي اعتبارات وليست فرض، اللي احنا بناخد من مركز البايل للحدود، سواء البايل
كاب أو الرافت بناخد قطر قطر البايل اللي راح استخدمه. فقطر البايل ده مثلا القطر بتاعه بيقول لنا 120. تمام، شوف المسافة، شوف بعد كده المسافة اللي انت عاوز تاخدها. يعني دي اخدتها انا 91، مسافة من هنا هنا اخدتها 90. زي ما قلت لكم هي مش فرض، يعني انت عاوز تاخدها 90، عاوز تاخدها متر، عاوز تاخدها متر و20 في القطر، مش فرض يا باشمهندس. لان الحاجات اللي هتحدد لك دي هو البرنامج هيحدد لك هيعمل لك. هنشوف نعمل ازاي تشيك وتشوف عندي وتشوف عندي هل ال شفت ال رد فعل التربة الابليفت اللي هو الصول رياكشن، هل هي رفرفت الباي كاب دي كافية ولا نزيد. طبعا كله زي ما احنا قلت بيجي عن طريق التريال التجربة، وهنشوف ده كله ماشي. ان شاء الله باذن الله دي كان الجزء الاولاني من الحلقه رقم 24، وباذن الله لسه متتاليه ليها. نوقف هنا علشان الفيديو بس ما يزيدش حجمه ويبقى رفعه سهل.